كيفاش تعرفت عليها سيدي؟ هذه تعرفت عليها سي علاء 2001. زوجتك؟ لا مش زوجتي. لا شو مش زوجتك؟ هذه مرتك. مرتي انا معرس من 89. هي احكي لي وين تعرفت عليها؟ مرتي تفهم من ولاد حومه. هي احكي لي. هي مرتي هذه اللي عندي توا اللي ام ولادي هي جارتنا ذيك مش بعيده علينا. فهمني؟ ما تعرف بس سبر قبل معناها من غير ما تعرف. يمشي ياخذ بها الوالدين ياخذها تعرس. ما حبيتهاش؟ لا حبيتها ولا حبتني. ما علاش خذيت؟ باهي انا وقت خذيتها عرست انا شنو خذيت؟ لا علاش خذيتها؟ علاش خذيتها؟ خذيتها ما قلت لك ما نعرفهاش. معناها حتى تو فما راجل في الدنيا هذه ياخذ مراه ما يعرفهاش؟ ما نعرفهاش. صدقني انا عرفت. انت خذيتها ما تعرفهاش؟ والله كنت نهار كتبت الزاق ريت. كان نهار كتبت الزاق؟ والله نهار كتبت الزاق ريت. عرفتها؟ عرفتها وقتها ورن. وعليها عملت هيك؟ فهمني؟ وقتها ما والله طول الله يرحمهم ويسامحهم قال الواحد الوالدين. فهمني؟ خذوها لك بوك وام. يعطيك الصحة. هي بي فهمني؟ الحاصل وعرست بدات كله كما قلت لك المشاكل ما عنديش مشاكل أخرى ما عندي حتى مشكل آخر عندي مشكل اللي حكيت الحياة الزوجية هذه مش مستعرفة بها جمل. إيش بيك غميتها المشكلة اللي هي حكاية الزوجية هذه مش مستعرفة منها؟ أنا زوجية وأنا حكاية. شو اللي صار؟ احكي اللي صار. عرست مثلا مش ترقد مع مرضي كان مع البشي بالمشاكل كان بالعياط كان بالحس. سمح سمح شو بالعياط وبالمشاكل؟ معناها يعني في علاقتك الزوجيه اي انت بينك وبين زوجتك الامور مش ماشيه. علاش؟ انا سالت السؤال هذا انا سالت حكيت معها ياسر. اي ايش حكيته؟ حكيت يا مدام انا سالت راهو هو كل شيء بالمعروف. يعطيك الصحه. وكل شيء بالسياسه وكل شيء راهو نصف الحياه الزوجيه راهو هذاك. فهمت؟ فهمت. حكيت معها هكا وقلت لها شنو هي المشكله؟ اعطيني المشكله. فما خوف فما شنو هي فما هي وصلنا سالت نسال فيها قلت لك كل ليل نروح نجيب الخدمه ناديه نقعد هاي ست عشر كيفاش نجي نسهر نطيبوا نجي نسهر نطيبوا قهوه نتحدثوا. نتحدث اش تحدث؟ باهي نتحدث نقول لها بلي انت شنو المشكل؟ انت شنو مثلا علاش انت مثلا تعملي هيك؟ مثلا شنو كانك مريضه خلينا نهزك الطبيب نعدي عليك. اي لكن ثم حاجه بالعكس موفر كل شيء وتقول موفر كل شيء موفر كل شيء. اي هي عندها تمنع؟ عندها تمنع في الحكايه هذه. ديما ولا بس لا 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 لا, لا ديما ديما ونجي لك بالموضوع هذا. لا مش وين تجي تبدا. هات نحكي اول نهار عرستوا فيه. اول نهار عرست فيه الساعه ما ثم شيء. علاش؟ قالت لك تعب وما وما يا سيدي مش مشكل. برا مش مشكل والثاني والثالث والرابع مش مشكل. انا مشيت حتى للرابع. هي بعد كيم كنت نحكي لك معناها انسان شنو السبب؟ السبب انا لسه نبحث على السبب انا وقتها. ايش تقول لك يا وقت؟ تقول لي مثلا بالك خايفه المراه. مانيش خايفه. بالك فما مريضه بالك فما مشكله. هذه سالنا عليها سالنا الحكايه هذه. مش سالنا نمشيو للطبيب. يا ودي ما حبتش يا سي علاء. لا مش ما حبتش. انا نحكي لك حتى اخواتها حتى اخواتها. ايش دخل اخواتها يا ودي ما تقوليش مشيت حكيت لاخواتها. لا اخواتها في بالهم. يا علاه حكيت لاخواتها؟ في بعد حكيت للناس يقول لك عائلتي معناها انا وياها ما عادش ثم حديث. لا فما طبيب الساعه بيناتكم المسألة. ما حبش نمشي. ما حبتش قدك مستحيل تمشي طبيب. ما فيش اتصال جسدي بينك وبين المرض. ما ثماش. بالكل بالكل. يا ودي قلت لك تعرف كل شكي ساعات نبدا سين نقول لها شنو نعطيني الحل الاخر معناها. اعطيني حل الاخر شنو الحل؟ هاك الساعة تقول لك يا هاي ما يسالش. وقتها يصير. يصير. ما فماش مشكل. ما فماش مشكل. ترجع مثلا كيما نقولوا انسان سبحان الله من حقه ومرته سبحان الله. اكيد. جي نروح مثلا كيما نقعدوا مثلا نروح لدار يعني. تقول لك لا يا اخي شنو انت كل ليله انت شنو الحكايه؟ لا مش كل يوم. هذيك عاد تولي مازال معرس. لا معناتها شو مش قضيه معرس ولا مش معرس. شو شو العلاقه الجسديه لازم تكون مستجمه مع العلاقه الروحيه ولا مع العلاقه العاطفيه؟ احنا مالناش تبارك الله احنا بشر مالناش حيوانات يعني مالناش بالك المشكله منك انت بالك عملت علاقه عنيفه خلات زوجتك ترفض المعاشره معك. رد بالك. لا رد بالك. لا